عم نسمع بهالايام عن معركه هرمزدون، فتسالت قلت انا شو يعني هرمزدون، وين جاي هالكلمه؟ طلع قدامي كتاب لوول ديورانت بقصة الحضارة. هرمزدون أو الحرب الإمبراطورية الفاصلة بين 1564 و 1648، يعني سنة 1564 كانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة، برغم أنها كما قال فولتير لم تكن لا إمبراطورية ولا رومانية ولا مقدسة، هي خليط رائع من دول نصف مستقلة: ألمانيا، لوكسمبورغ، فرنسا، كونتي، لورين، سويسرا، النمسا، بوهيميا، مورافيا وجزء من المجر. كلها كانت تدين بالولاء والسلطان للإمبراطور ماكسيميليان الثاني، اللي حكم الإمبراطورية من سنة 1438. بعد أن اعتزل شارل الخامس الملك بين 1555-1556، قسمت الأسرة نصف أوروبا بين فرعيها. حكم الهابسبورغ النمساويون الإمبراطورية، أما الهابسبورغ الإسبان فحكموا إسبانيا وولايتها،